صباحية وصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم، اللي من خلال محورنا رح نتحدث عن مرض شائع لكنه ملفت للنظر، ولا يمكن أن نرى أحد مصاب به دون أن نتساءل شنو السبب وليش أصيب هذا الشخص بهذا المرض، سواء كان رجل أو مرأة. لكن كثيرا ما يتسبب بحالة نفسية صعبة للمصابين، يعني اللي ينصاب بهذا المرض يصير عنده في حالة نفسية ألا وهو البهاق، هذا اللي ما ينطلق عليه. وراح نتحدث بتفاصيل أكثر عن أسبابه وطرق علاجه مع الدكتور محمد القيسي، استشاري الأمراض الجلدية، داخل استوديو برنامج يوم جديد لهذا اليوم. صباح الخير دكتور. صباح الخير أستاذ، كل الهلا بيك. نورك. كل الهلا بقناة الرشيد، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. يا رب إن شاء الله للجميع. دكتور خلينا بالبداية نعرف المشاهدين، هو شنو مرض البهاق؟ هل هو عامل وراثي أو بأسباب عوامل بيئية؟ طبعا البهاق واحد من أهم أسبابه هو العوامل الوراثية. نعم. يبدي المريض يفقد صبغة الميلانين اللي موجودة بالجلد، اللي هي أكو خلايا موجودة بالجلد سيحلها الميلانوسايت. نعم. تفرز هاي الصبغة، يبدي هذا الشخص يبدي يفقد هذه الصبغة. البهاق بأنواع كثيرة، يعني ممكن يصير بالإيد أكروفيشل، وممكن يصير بالوجه، ممكن يصير جنرالايز يصير بالجسم كليته، وممكن يصير هذا الحزمي يسمونه السيجمنتال فيتيلايجو، يصير بجهة واحدة من الجسم يأخذ مكان معين، يأخذ يصير حزمي. فإذا هو كثيرة الأنواع مالته، والأسباب واحد من أهم أسبابه هو العامل الوراثي. ممكن تكون أكو عوامل بيئية أيضا؟ طبعا من لا شك بأنه البهاق يتأثر بالحالة النفسية، وقد تكون هي العامل الأهم بعد العامل الوراثي. أشوف كثير من الأشخاص أصيبوا بالبهاق تبدي حالته النفسية تسوء بعد أكثر، يزيد من حدة المرض شوية شوية، يبدي يزداد إلى أنه ممكن أنه الشخص يتحول إلى فاقد للصبغة بصورة كاملة. أوف. للجسم كله ممكن يصير من الرأس إلى آخر. الحالة النفسية لها تأثير في بداية المرض، لها حالة تأثير على استمرارية المرض، وحالة أو حالة الحالة النفسية ممكن تؤدي إلى يعني انتشار المرض بسرعة. فلذلك احنا الاشخاص المصابين بالبهاق الحقيقه نعطي موضوع مهم، ان نراعي الحاله النفسيه للمريض، وان نحاول ان ندخله في حاله احنا نقول عليها حاله الريميشن او حاله السبات المرض، اللي نوقف المرض ونهتم بالجانب النفسي ايضا للمريض. حلو. طيب دكتور، ممكن ان انا امراض تكون مشابهه للبهاق يطلق عليها البهاق ممكن بسبب التشخيص الخاطئ الطبي؟ يعني هو احنا اكو نقول عليه توبكس، نقول الهايبوبيجمنتيشن بصوره عامه. اكو امراض يصير بها زياده بالصبغه الميلانين يصيحوا لها الهايبربيجمنتيشن، واكو امراض يصيحوا لها الهايبوبيجمنتيشن اللي هي فقدان للصبغه. واحد من اسباب فقدان الصبغه هي مو بس البهاق، يعني على سبيل المثال بترياسز قلبه او يصيحوا لها النخاله البيضاء، هذه اهم فد سبب معين لفقدان الصبغه. يعني نشوف وياك هذه الصور ايضا. تمام. يعني هذه اللي هي البهاق، يعني هذا نشوفها اللي بالوجه. يمكن احنا هسه هاي بدنا نحكي على هذه موضوع اخر اللي هو موضوع الفيلر واستخداماته. يعني احنا نعبر هسه هذا الموضوع اكيد. زين. كانت حالات صور كثيره شفتها بالبدايه، هاي امراض الصدفيه، وايضا مرض مناعي. أي نعم. هاي حب الشباب وشلون طرق العلاج كلها بتفاصيل تفاصيل اخرى. تمام. طيب دكتور، هل صحيح انه هاي الوحمات الدمويه مثل ما تشوف هنا الوحمه دمويه؟ نعم. سابقا كانت ايضا مالها يعني علاجات، هسه تشوف الوحمات الدمويه ادخلت لي، وصار اكو تطور هائل في هذا المجال، وخاصه باستخدامات الليزر، وهنا النمش ما نمش ايضا، هنا نشوف ايضا زياده بالصبغه الميلانين. وهكذا علاج طرق لازاله الشعر وكذا، صار اكو تطور في هذا الموضوع. حلو. شوف هنا النمش ايضا بدوا يعني رفع النمش هنا، الابتسامه اللثويه، شلون طرق علاج الابتسامه اللثويه. حلو. طيب هنا هذا البهاق، هذا البهاق اللي وصلنا الى البهاق. هنا صار شوف منطقه الجفن تحديدا، صارت اكو منطقه الجفن العلوي كلها مصابه بعد ما ادخل. نشوف هنا ايضا بهاق، هذا مريض اخر مصاب بالبهاق. هذا يصحوا له السيجمنتال او البهاق الحزمي، اللي هو ده يشوفه ده يصير فقدان صبغة بجهة معينة من الجسم. هذا من أعنف أنواع البهاق، واللي علاجه شوية يطول، ولكن قلت لك صار أكو تطور هائل في هذا المجال. استخدم الليزر، أدخل الليزر، وأدخلت العلاجات الضوئية، وأدخلت العلاجات الحديثة في هذا المجال. طيب دكتور، أنا كفت معلومة يعني سامعها أنه البهاق يسبب العمى،
اكو هيك معلومه لو خاطئ؟ لا لا ما لا، هو فقدان صبغه يصير فقط في الجلد، ويبدي الجلد يبدي يفقد الصبغه مالته وتبدي تنتشر الحاله، اذا كانت خاصه اذا كان اكو عامل وراثي قوي. شوف احنا من حتى نحدد شده المرض نجي نباوع، هل هو موضعي لو شامل، عنده عامل وراثي لو ما عنده عامل وراثي، مثل ابوه مصاب بالبهاق او عمته. يمكن هو اول سؤال يراودكم انه عندكم بالعائله احد هيك، او مثلا اصيب بوقت مبكر، يعني الاشخاص اللي ينصابون بالبهاق وهم صغار مو مثل الاشخاص اللي يصابون بالبهاق وهو كبير. من يكون علاجه اسرع؟ من يصير طبعا يصير اسرع بس يصير اعنف، يعني اكفد مفارقه انه الطفل معناته من اصيب بالبهاق وهو بعمر صغير معناته عنده عامل وراثي كلش قوي. بينما الاشخاص اللي يتاخرون يلا يظهر عندهم البهاق هذا العامل الوراثي مالته يكون ضعيف، بس الاستجابه بالاطفال لانه جسم نشط الميتابوليزم مالته قوي يصير الاستجابه تصير اسرع. ومو كلها قلت لك، احنا اللي يصير مثلا بالوجه مو مثل اللي يصير باليدين، مو مثل اللي يصير بالقدمين. عاده الاصابات اللي يصير بالوجه الشفاء مالتها يكون سريع جدا، ولكن الاصابات اللي يصير بالاطراف اللي خاصه بالاطراف السفليه يصير الاستشفاء من عندها يصير شويه بطيء. طيب هنا دكتور، هو تاثيره الوحيد على فقدان لون طبقه الجلد بالجسم لو اكو عنده تاثير على اضاءه الجسم الباقيه؟ لا، هو شوف هسه حتى من قلت لي انت هل هو يعني البهاق فقط، يصير تشخيص خاطئ. مثلا عنده وحمه يسمحون نيفس ديبك منتوسس، هي وحمه وشكلها شكل البهاق، يقولوا له هذا بهاق فصار اكو تشخيص خاطئ. او مثلا فطريات على سبيل المثال تينيا فيرسيكولار، الفطريات المبرقشه او كذا، هذه هي فطريات وعلاجها في شيء بسيط جدا باستخدام مضاد فطري، ممكن استخدام المضادات الفطريه سواء كان توبيكال او سيستميك يتعالج المريض. ولكن شلون تشخص البهاق؟ عن هذني اكو جهاز بسيط اسمه الوز لايت، نحطه على سلطه للمريض وراح يصير المنطقه تصير ناصعه البياض، تصير توتال دي بيجمنتيشن او ايفوري كلر، تبين كلش واضحه وتقول له هذا بهاق وهذا صار تشخيص بهاق، عرفنا السبب، حددنا شده المرض، عاد راح نبدي نستخدم الكوكتيل مالتنا والعلاجات مالتنا. ممكن نستخدم العلاجات الموضعيه لعلاج البهاق، وممكن ندخله الى احنا نقول عليه العلاجات الضوئيه اللي هي النوروباند يو في بي وكذا، الاكزايمر والهيلايت والدافرين. وصار قلت لك اكو تطور بهذا المجال، فقط البهاق الحزمي اللي هو شويه يطول، وايضا هسه بدينا نستخدم زراعه الصبغه، وبدا يعني سوينا في السكشن خاص، ديبارتمنت خاص لي، خاص يعني جزء من الجلديه خاص لمرضى البهاق، يدخل المريض نحدد شنو ماهيه المرض ونبدي نعالجه بالطرق الحديثه اللي هي هسه حاليا التطور هائل صار فيها. طيب انا دكتور، شنو طرق العلاج الامنه اللي تنصح بيها، وطرق العلاج اللي تكون خاطئه او مضره اللي تنصح بالابتعاد عنها؟ يعني احنا قلت لك احنا نحدد مثلا على سبيل المثال كان بهاق فشي بسيط مثل ما هسه الصوره هسه هذه موجوده بهاق في اعلى العين بالجفن العلوي، انا ليش مثلا احس كان قبل يستخدمون برود باند يو في بي على سبيل المثال، بعد ما استنفذت العلاجات الموضعيه وما قدرنا نوصل الى نتيجه ويا المريض، ممكن ندخله للعلاج الضوئي. والعلاج الضوئي بي ممكن الجسم كليته، والعلاج الضوئي ممكن يستخدمه فقط للايد، وممكن العلاج الضوئي نستخدمه يسمونه الاكزايمر ليز اكزايمر نوروباند يو في بي، ممكن نستخدمه في منطقه محدده، يعني منطقه محدده عنده مثل شلون الفلس منطقه كلش صغيره، ليش اعرض الجسم مالته كليته الى النوروباند يو في بي؟ فكان يكون العلاج يكون كلش موضعي. وهكذا هاي اللي يحددها الطبيب الاستشاري او الطبيب الخاص اللي راح يفحص المريض، راح يحدد بي شدة المرض وهي شنو الأفضل للمريض. حلو تمام. طيب دكتور، يعني طبعا هو هذا حال كثير من الأمراض. هسه إذا شفت احنا شفنا الوحمات الدموية، يعني قبل الوحمات الدموية أيضا العلاج مالتها كان ما موجود، كان كل الطرق جراحيه. هسه دخل البلس داي ليزر ودخل لونج بلس اندياج ليزر، والمريض بدا يعني يجيك المريض يقول لك دكتور وحمه دمويه ممكن انه يعني يطيب من عندها، او مثلا البهاق ممكن يطيب من عنده، او الصدفيه ممكن يطيب من عندها. نعم صار اكو تطور هائل بهذا المجال، ليش النظره السلبيه للموضوع؟ وبالفعل يعني هسه انت شفت الحالات اللي انعرضت للصوره كان اكو فد شيء كلش حلو، سوينا فد شيء ديبارتمنت خاص كلش حلو، ولكل مرض سوينا فد سكشن خاص وقدرنا نعالج به الحالات، مثل هاي الوحمات الدمويه البورت واينستين وغيره. تدري يعني هذا اذا يداوم بالمدرسه ممكن يصير تنمر عليه بالمدرسه، صح، وسبب له حاله نفسيه وحاله نفسيه. واحنا انا دائما اربط
الحالة النفسية لكثير من الأمراض، وممكن يفقد الدراسة وممكن يبطل المدرسة وممكن مستواه يقل. وشفنا كواي حالات الحقيقة من جون يعني للمركز، وبعد ما شافوا يقول دكتور مثلا أنا بنتي حتى عافت الدراسة من شفيت من المرض رجعت للدوام، وإذا بها تطلع متفوقة وتطلع شاطرة وتطلع معفية، وهذه حالة النفسية. وتدري نوبات التفاعل المرض أيضا أكو أشخاص يتفاعلون ويا المرض بشدة، يعني أكو ناس مثلا مصاب بحبة كلش قليلة وتشوفهم شايل الهم كلش كبير، وأكو أشخاص بالعكس مصاب بصدفية شاملة على سبيل المثال ومو يمه سالفة. طيب هنا دكتور اللي يتعالج من البهاق خلص انتهى الموضوع لأكو علاج يستمر عليه، ممكن يرجع مرة ثانية؟ البهاق احنا شنو اللي نسوي؟ احنا ندخله يسمونه بحاله يسمونه الريميشن. بعد ما نرجع الصبغه للجلد نحفز الخلايا الصبغيه على انتاج صبغه الميلانين ونرجعها، ويبدي المريض شوي شوي يشافه. وتلاحظ انت الاصابات مال البهاق اللي اصيب بالوجه يصير الاستشفاء مالتها يصير كلش سريع. بعدها دخل المريض بريميشن. ممكن اذا دخل بصدمه نفسيه اخرى او مثلا صارت نقول عليها فد عامل نفسي كلش قوي، صدمه وشوطه او قهره قويه، ممكن تدخله الى المرض يرجع لنفس هذا. بس يعني عاده العلاجات تكون كل ما يكون مبكره كل ما يكون احسن. وانا حقيقه من هذا المنبر انا يعني حقيقه كثير من الامراض اذا عالجت مبكرا احنا تجنبنا العقابيل مالته، تجنبنا المضاعفات، ومن ضمنها المضاعفات النفسيه. يعني واحد من عنده هو البهاق، انا من يكون كلش قليل بعده في بدايته، يعني فاقد للصبغه في مكان معين مثلا على الركبه، انا ممكن اعالج المكان وبسرعه ارجع الوضع الطبيعي. بس بعد ما مشى به المرض وصل الى 60% او 70% فقد الصبغه، بعد ما يصير تمشي عكس التيار، لازم بالعكس انه تسحب الصبغه وتحولها الى شخص ابيض، من شخص كان لونه تبدي تسحب الصبغه مالته وترجع الوضع الطبيعي. انا طبعا اعرف صديق لي اقاربه جبت على الحاله النفسيه، دائما عنده خلافات ويا زوجته بالبيت ومشاجرات بشكل خيالي، فواحدة من بناتها صارعتها هذه الحالة، بدأ بفروة راسها، حتى بدأ يعني هي شقرة الطفلة وبيضة، فحتى صار عندها شيبة براسها، الشعر أبيض يصير صار عندها، صار عندها بهاق بالرقبة بالوجه بإيدها، وأكثر من علاج يستخدمونها ولحد الآن ما تعالجت. لا هسه قلت لك احنا العلاج تطور، تطور العلم في هذا المجال كلش هواي تطور، بحيث احنا هسه يعني قلنا ندخله المريض يدخل في برنامج خاص برنامج البهاق يطلع ان شاء الله مشافى، اذا مو حتى اذا مو شفيه بصوره تامه على القليل احنا الوجه رجعناه الوضع الطبيعي، الايدين رجعناه الوضع الطبيعي، حتى يرجع يصير يعني تفاعله ويا المجتمع يرجع. يعني قد نعطي نسبه بالميه للحاله النفسيه بالمرض وبالشفاء؟ شوف الحالة النفسية تأثر سلبا على المرض، والحالة النفسية قد تكون هي بداية المرض. يعني المريض كل شيء ما بي شيء، يقول دكتور أنا دخلت بصدمة صارت عندي فد صدمة نفسية، صار مثلا صار عنده فد حادث معين، أو مثل ما تقول تتعارك ويا مرته، صار عنده فد صدمة نفسية وإذا بي ظهرت البهاق عنده. يعني قد تكون بداية المرض هي صدمة نفسية، بس مو كل واحد يضوج، مو كل واحد ينقهر يصير عنده بهاق، لازم أكو استعداد وراثي. إحنا عقبنا من البداية أكو جينات موجودة، أكو جينات موجودة، عامل وراثي موجود، صار وياها صدمة ظهر البهاق، وإن ظهر البهاق عاد إذا عولج مبكرا. يعني هسه أنا دائما أعطي مثال، هسه أكو صورة مال حبة بغداد إذا شفتها موجودة، حبة بغداد، أنا ليش أأخر المريض وصلت مرحلة إنه حفرة الجلد يلا جيتني تعالج، أوكي أنا راح خلصك، أنا خلصتك من حبة بغداد بعوضة يسمونها ذبابة الرمل أو إحنا نقول عليها بالعامية الحرمس، شكتها أو عضتها بالصيف ظهرت. هسه إحنا هذا وقتنا هو وقت حبة بغداد، ظهرت الأعراض بحبة بغداد بهالوقت هذا، صار عنده حبة بغداد، يجيني ورا شهرين إلى فندي يا أبي ليش جيتني ورا شهرين وحفرة الجلد صارت حفرة، وخاصة إذا كانت بالوجه، تدري هذه يعني من يصير حفرة بالوجه بعد تعال تجيب دخلة بموضوع آخر لموضوع بعد ما الطيبة تجميل، ورا ما هذا موضوع تجميلي إنه لازم ندخله ليزر CO2 ليزر إيربيوم ياج ليزر وتقطيع الياف وكذا حتى نرجعها، ويجوز حتى ما إلا ندفع جواها فيلر حتى نعالج هذا الخسفة اللي صارت بالجلد حتى نعليها للجلد ويرجع الوضع الطبيعي. فإذا صار شنو؟ صار أكو تأخر. فذلك أنا دائما أوصي أنه الجلدية، تدري الجلد مرآة الإنسان،
يعني متباعد الشخص هو جزء من مرآة الإنسان ويعكس الحالة الصحية للإنسان. فأنت كل ما تعالج من مبكر كل ما أنت تجنبت عقابيل الأمراض. نفس الشيء بالنسبة للحب الشباب، بالنسبة يعني جيني حب شباب مثلا عالجت عن حب شباب وإذا به صار يعني هو تأخر، وإذا صار به أكو حفر بالموضوع، صار أكو سكارس بالموضوع، صار أكو صار هذا شلون أنت راح تدخلنا ورا ما وخرنا حب الشباب دخلتنا في مجال آخر مجال الليزر ولازم ندخله إلى أيضا CO2 ليزر أوربيوم لايت ليزر. فالعلاج المبكر يغنيك عن العقابيل المرض وتفاعلات المرض ومشاكل المرض المتأخرة. طيب دكتور هتشي بما أنه نحكي عن البهاق والأمراض الجلدية، شنو اليوم الأمراض الجلدية الأكثر شيوعا عندنا بالعراق؟ يعني لا شك انه الامراض المناعيه هسه كلش يعني اعتقد لانه العامل النفسي لها في الدور يعني كلش شيوعي بها، يعني الامراض الشيوعيه البهاق الصدفيه الثعلبه، اذا شفتوا الامراض الثعلبه ممكن يصير بها ايضا من الامراض المناعيه، حبه بغداد هذا وقتها هسه حاليا، الاكزيمات بكل انواعها موجوده في الشتاء اكثر شيء يعني بكل هسه وقتها الاكزيمات، والالتهابات الفطريه ايضا موجوده يعني هسه دخلت لنا حقيقه بالجديد الفطريات المعنده للعلاج اللي هي تشوفها مو مثل قبل، كنا قبل الفطريات نعالجها بشيء بسيط جدا اللي هو السمبل توبيكال انتي فانجال او سيستميك انتي فانجال مضادات فطريه يتعالج المريض. هسه قمنا نستخدم التمازج احنا نقول ما بين الموضعي وهذا ونطي فد اثنين موضعي واثنين اورالي يلا بالفهم يلا يصير استجابه من عنده. فصارت عندنا فد سترين ظهر جديد اللي هو العلاجات الفطريات المعنده للعلاج الحقيقه. من الاكثر تطورا ويا علاجها؟ احنا هسه اكثر تطورا الحقيقه هو اللي بدي اقول لك، احنا هسه صار اكو تطور بدخول الليزر في مجال يعني العلاجات، يعني دخول الليزر او العلاجات الضوئيه. على سبيل المثال حبه بغداد شن ممكن قبل سابقا نضربها بنتوستام وتنتهي المشكله، هسه لا قمنا نستخدم الليزر، دخل الليزر فراكشنيتد مثل سي او 2 ليزر حتى شنو تقتل الجرثومه وحتى تعدل الجلد حتى لا يصير هذا الحفرة اللي بعد ما تطيب حبه بغداد. وهكذا مثلا دخل الليزر في يعني التطور صار هائل ايضا في علاج حب الشباب. والأمراض الجلدية من اللي أكثرها تطور دائما يعني هسه بالفترة الأخيرة؟ الوحمات الدموية بدأ يدخل الوحمات الدموية هسه أيضا، كان قبل سنين ماكو علاجات لها، هسه دخل البلس داي ليزر وأيضا أكو صورة للوحمة الدموية. قبل كانوا يستخدمون التداخل الجراحي، كانت قريبة على الشفة، قريبة على الفم، واللي مصيبة هذه الوحمة الدموية اللي باللسان أيضا هاي وحمة دموية، هذه كانت قبل لا يسوونها مثلا تداخل جراحي وكذا. هسه دخل الليزر بلس داي ليزر حقيقة لونج بلس داي أندياج ليزر أيضا دخل بدون ما تحط المشرط على الجلد، فقط تضرب ضوء جلسة تضرب الضوء راح يبدي يصير الشرينكج الوحمة الدموية تلم ويبدي يرجع الجلد الطبيعي، حتى إذا ما رجع جلده طبيعي 100% ندخله ليزر آخر حتى نعدل بيه الجلد. يعني ندخله أول ما شيء بلس داي ليزر نعالج بيه الوحمة الدموية أو اللونج بلس داي أندياج ليزر، وبعدها نحوله إلى بعد ما تطيب الوحمة الدموية نبدي ندخل إذا بقت عقابيل مثل يصير الجلد شوي بيه تموجات أو كذا ندخله بليزر آخر حتى نعدله اللي هو أربيوم ياج ليزر أو سي أو 2 ليزر. حلو. طيب دكتور خلينا نستغل وجودك بشكل إيجابي مهم للتوعية. اليوم بدنا نشوف الأمور التسويقية بالبيجات على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل جدا كبير، المرهم الخاص للبهاق، المرهم الخاص لداء الثعلبة، المرهم الخاص للفطريات. هنا الناس بدون وعي صحي تدز وتاخذ وتتعالج وبعدين صار عندي مشكلة وراها تلجأ للطبيب بعد ما يصير سايد افكت. هنا ايش قد نسبة البيجات الموجودة على السوشيال ميديا اللي هي مجرد ترويج وتسويق لا اكثر؟ اخي هسه احنا شنو مثلا يجينا تسويق انه حاط مثلا احطيك مثال بسيط على هذا انه جايه مستخدمه خلطه وهاي تجينا يوميه يعني المركز مالتنا انه مستخدمه خلطه زين. هاي الخلطه شنو هي؟ ما تعرف هاي شنو الخلطه، ما تعرف مكوناتها، استخدمتها جت عن طريق الانترنت مثلا دزت عليها وجابوها الخلطه استخدمتها، هي بها كورتيزون كلش قوي. أوف. المريض دخل الى حاله يسموها حاله الورديه، داء الورديه اذا سامع به روزيشيا، الوجه صار احمر صار بيه حبوب
ممكن يصير باستولار روزيشيا، ممكن يصير روزيشيا، فدخلت أنت في مرض آخر جلدي ممكن يحطون بها كورتيزونات حتى تبيض الجلد فشي بسيط ماكو، وبعدين ورا فترة تبدي تظهر مشاكل الكورتيزونات اللي راح صار شعر بالوجه، صار احمرار بالوجه، صار توسع بالوجه، توسع الأوعية الدموية بالوجه العفو، وصار حب بالوجه، وصار تشققات بالوجه، صار يعني، وإذا الجلد يصير قشر كأنما قشر، وصار دخل وردية، وأنت بعد حتى العلاجات الموضعية اللي نعالج بيها الوردية الإيفرمكتين أو المترونيدازول أو كذا نعالج بيها الداء الوردية بعد ما راح تفيدها، لازم تدخل ليزر حتى تقضي على هاي التأثيرات الجانبية. وهذا هذا مثال بسيط، ونفس الشيء سأعطيك مثال آخر، فيلر، ليش وسائل فيلر او مثلا البوتوكس او الكذا، لا يعني اذا مو الشخص اللي اولا لازم انت يكون انت الماده تعرفها، وحتى من تيجي مثلا تحقن فيلر تقول له تعال اعطيني الباكيت اللي حقنته انا، انا يعني حتى اعرف شنو الماده، هل هي براند، هل هي اصليه، هل هي مسجله لدى وزاره الصحه ولا لا. هاي اولا الشخص اللي يحقن او اللي هذا انا اتجنب، او المكان النظيف، وتجيك مشاكل مثلا هو احنا ليش هو الفيلر فقط تجميلي، ليش يعني أنا استخدمت هسه هاي إذا شفت الصورة صار عندها تشوه بالشفة، وأنا سويت لها سويت عدلت لها الشفة بالفيلر، إذا صار هو علاجي، أو مثلا حبة بغداد صارت نقرة بالجلد أنا ممكن أدفع لها فيلر حتى عدلها، ممكن تجميلي لا ممكن بعض الأحيان علاج، وهاي الاستخدامات الخاطئة أو يسمون أوفر أبيوز، هاي كلها مشاكل. إحنا الحقيقة البوتوكس يكون علاج ممكن فقرات، نعم البوتوكس الاستخدام الشقيقة، استخدامات الشقيقة ممكن نستخدم العلاج البوتوكس، فرط التعرق بالإبط وبالهذه وخاصة بالصيف هذه استخدم داء الوردية، هسه احنا حكينا على داء الوردية، ممكن الصلع الوراثي ايضا دخل به البوتوكس، يعني واحد من علاجات البوتوكس، مرض اخر نوتالجيا باراستيتيكا نستخدم به البوتوكس. بس هو انت شنو، انت لازم الشخص اولا لازم تعرف المادة أصلية، واحنا قلنا الشخص اللي ده يحقن، والشخص اللي ده يحقن والمكان النظيف حتى تمنع المكان العقابيل المرض لانه انت ممكن انا ليش قلت بوتوكس، انا حقنت البوتوكس واذا بيجيني المريض مثلا على سبيل المثال حاقنا ما اعرف وين اجاني المريض صاير عنده اي دروب نازله عينه، او مثلا الفيلر حاقن فيلر واذا بيجاني مثلا صار بي صار بي انفكشن او صار بي اليرجيك رياكشن او حساسيه من عنده، وهاي هاي بسيطه وممكن يسوي للبلايندنس، يعني ممكن يصير عمى. البوتوكس شلون يتعالج من يجي عنده صاير التهدل او هو اذا صارت عنده مشكله بالعصب، هاي لازم ننتظر تخلص الفتره مال البوتوكس اللي هي 4 إلى 6 أشهر هو انت طافي صفحه ممكن نعطي بعض العلاجات القطرات اللي تفتح العين وتعدل شويه، بس هاي يعني شلون نقول وقتي، يعني من يروح للعمل لازم يحط القطاره الهادي حتى شويه يفتح شويه بس حتى يفتح العين مالته هذه. اذا هاي ليش احنا غير المفروض نتجنبها، انه اعرف شلون اعرف الماده، اعرف المكان، واعرف الماده واعرف المكان وقت الشخص اللي يحقن، ولازم يكون فشي مرتب. واي حس المواد تدري يعني احنا ممكن انا احقن ماده بيها، لك اشوف هسه مثلا اشخاص يقول انا مثلا حقنت البوتوكس على سبيل المثال مثلا 50,000 وجاني اروح لغير مكان مثلا يحقن ب 150,000، اذا مو تجوز هذه براند، شوف الماده شنو الماده، هاي براند وهذه ممكن هاي كوري، ممكن هاي فشي، وهاي مسجله ده وزاره الصحه، وهاي ما بيها مشاكل، وهكذا جبناها على الخلطات، فخلطه ممكن تستخدمها الخلطه، واذا صارت بها مشاكل ودخلناها الى فد مجال اخر اللي هو مجال لازم تعالج بمرض ثاني، مرض ثاني جزء كان عندها فد كلف بسيط جدا كان ممكن يتعالج بعصاره بسيطه، وهي دخلت الدور فد شيء اخر صار انه دخل. شنو اصعب الحالات اللي جتكم من ناحيه علاجها او من ناحيه تفاقم المرض اللي واصل له؟ يعني هو هسه صار الحمد لله والشكر في خاصه في مجال الجلديه والتجميل صار اكو تطور مثل ما قلنا هائل، ما يعني الحمد لله والشكر ما يصعبنا شيء، حتى هسه حكينا الورديه دخل الليزر، البهاق دخل الليزر، الصدفيه، الصدفيه تدري الصدفيه بها انواع كثيره، يعني صح. الصدفيه مثل يجيك قيحيه باستولار سراس، يجيك مريض كله من فوق لجوه، أو ممكن صدفية تجي هذه فقط بالأصفر، أو الصدفية الشاملة، أو الصدفية البلاك سرايسس، أو الصدفية حب الدخن هذول يصير بالأطفال يصير قطة سرايسس، هذول ممكن يصير عندهم صدفيات، والصدفية أيضا صار فيها يعني تطور. والنصح يعني هو وراثة، والوراثة احنا يعني دائما من كل ما اطلع للاعلام انه انصح انه هذه زواج الاقارب هم يبتعدون شوية عنه يعني زواج الاقارب مو بس عقارب ترى طلعت امور وراثية
يعني تورث الأمراض الوراثية كثيرة يعني هاي المفروض نعوفها بعد هاي السالفة تزواج الأقارب والهذه لأنها ممكن تورث الأمراض الوراثية تورث وتبدي تظهر العوامل الوراثية. يا بس زوج غرب وأسأل يعني ابتعدوا عن زواج الأقارب لأنه يمكن مشاكل الأمراض تكون أكبر. مشاكل وراثية وتبدي الصفة تبدي تتنقى شوي شوي وتبدي تظهر الأعراض الوراثية. مثلا تقول له انت مثلا صار عندك رجعنا للبهاق صار تقول له بيبيتك اي بيبيتي زين انت ماخذ منه اي ماخذ بيت خالتي ليش زين والله حبه والله يا بس بدي اقول لكم اكو امراض وراثيه زين انت صار عندكم بالعائله مثلا صدفيه او صار عندكم داء الثعلب مثل ما شفت هسه صوره مال داء الثعلب الشامله خطيه هاي طفله بنيه كانت عندها داء الثعلب الشامله صار عنده الشعر كله وقع مالتها زين انت عندك ثعلبة وعمتك بها ثعلبة وماخذ لك بتعمك كومت ثعالب بس يعني طبعا راح تطلع مشكلة هتطلع طيب هنا دكتور يعني على طال زواج الأقارب ممكن أنه أكفد أنتبايتك معين يعني أو علاجات يأخذوها قبل الزواج ابدا هذه الجينات هذه الدي ان اي هذا الدي ان اي هاي امراض وراثيه الدي ان اي طبعا هو مو بس العامل الوراثي يعني ممكن انفكشن بسيط على سبيل المثال يعني هذه صدفيه حب الدخن يصير بالاطفال او يصير لها قط سورايسس هذه ممكن انه هو التهاب صار بلاعيمه مثلا او صار باللوزتين او صار كذا او التهبت السن مالته وظهر الصدفيه صدرت الصدفيه فاذا اكو التهاب بالموضوع هيج المرض الوراثي او حاله نفسيه هيجت المرض الوراثي هو عنده استعداد او تقبل وراثي عندهم بالعائله صدفيه صار عندهم صدفيه حد يقول بالاضافه لانه هي صح سهله العلاج هي هذا نوع من الصدفيات سهله العلاج يتعالج المريض ويرجع الوضع طبيعي بس واحنا نرجع للأهل هذا نقول لهم ليش تزوجتوا انتم اقارب ليش دكتور اكو وحمات يمكن اليوم بدنا نشوف اللي بيها نسبه لون السواد كلش عالي نص الوجه او تكون بالوجه او تكون بمناطق معينه هذه وصل لها العلم بتطور العلاج شوف احنا الـ يعني هذه يسمونها البيجمنتد نيرفاي او الوحمه السوداء حتى بيها شعر الشامه اي كونجينيتال ميلانستيك نيرفاي هذه بيها شعر كونجينيتال ميلانستيك نيرفاي ممكن يصير يعني انا شايف كيسات انه الظهر كله بعباره عن وحمه كونجينيتال ميلانستيك نيرفاي يصير يسمونها جاينت العملاقه يصير ظهر كليته هذه لازم نشيلها ترقيع ونشيل جلد من هذا لكن اذا كانت كل صغيره ممكن الظهر تستأصل بالكامل ممكن تستأصل بجريدنج ويبدون يشيلون استبدالها بجلد آخر بس الشامه تدري الشامه بالوجه مطلوبه يعني ثاني اذا كانت كلش صغيره هي هاي واحده من علامات الحسن تدري دقه بالحرج يعني الشامه ولونها اسود ومنتظمة الحافة وما بيها تغير باللون وهي على الخد أو على الخش على الأنف العفو أو على الهالي مو هاي فهذه تعطي جمالية يعني إحنا ليش نشيلها صح. بس أكو دواعي لرفعاني من هذا مثلا إذا كان مثلا شامة عنده بالوجه وبدت تتغير مثلا صارت لونها أكثر من لون أو الحافة مالتها بدأت تتغير أو بدأت تصير بها أعراض مثلا يصير قامت تحكي يقول دكتور شامة وقامت تحكني او مثلا قام صار بيها توصل هيك مراحل يعني اذا صار بيها تغيرات هاي التغيرات احنا نقول عليها الاي بي سي مالتها مثل بالحافه باللون تقرح هذه يفضل انه تستأصل او مثلا عند اكثر من شامه بالوجه طبعا مو تستأصل احنا هسه الجلد هسه قمنا نشيلها بالليزر ماكو استئصال يعني ليش اترك اثر يعني شامه ممكن استخدم اريبيوم ياق ليزر درجه اشيلها الى حد اوصل للجلد الطبيعي واوصلها ويا الجلد الطبيعي وارفعها بدون اي اثر ما اريد اي اثر يبقى بالموضوع اذا صارت اذا الشخص يريد يشيلها نشيلها واذا كان هو عاجبته الشامه نبقيها الشامه الشعر اللي موجود على كثير من الشامات مثل البيكر نيفاي وحمه بيكر اصلحوا له يصير عندهم شو اسمه ايضا تصبغ عفوا شعر على الشامه ممكن احنا نرفعها بالليزر والليزرات الشعر هسه تبتدي صار تطور الالكس ليزر وغيره والدايود ليزر صار كلش مألوف انه ممكن انا اتخلص من الشعر مال الجسم باي لون بس ما عدا الابيض يكون معند لرفع بالرفع بالليزر نعم. تمام دكتور اريد منك بنهايه هذا المحور يعني انا كلش اشكرك وعلى سعه صدرك الاجابه على كل الاسئله المعلومات المهمه اللي أنا استفاديت منها والمشاهد بنفس الوقت شنو النصيحة اللي حاب تنصح بيها اليوم كل المشاهدين إذا كان على موضوع الأمراض الجلدية إذا كان على موضوع البهاق فشنو حاب توجه لهم رسالة أو كلمة الحقيقة يعني أنا نصيحتين أولا الشخص
يعالج مبكر حتى لا يعني لا يتأخر المرض ولا يصير بيه عقابيل. نعم. يعني أنا أعالج البدايته، وقلنا إحنا الجلد هو مرآة الإنسان الصحيح والجسم الصحيح وجزء من الجمال مال الوجه وجزء من تفاعله ويا المجتمع، فكل ما تعالج مبكر كل ما يعني تكون أنت بالجانب الأمين. ثانيا أنا من أريد أجري أي إجراء تجميلي، أي إجراء تجميلي لازم أختار المكان المناسب والشخص المناسب والمادة المناسبة، مو أي شيء أستخدمه، وإن شاء الله الصحة والعافية للجميع إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمد القيسي استشاري الأمراض الجلدية نورتنا اليوم، وشكرا لوجودك. الله يسلمك حبيبي. شكرا لك أستاذ مصطفى. إذا المشاهدين الكرام أكيد إحنا مكملين معكم كل فقراتنا لحلقة هذا اليوم بعد الفاصل.